بغينا نوصلوا لهم اننا الحمد لله ما بقاش كان شحال هادي كان الحلاق كان اللي ما قاريش هو اللي كيمشي يدير الحلاقه ما فهم والو غير كيدخل شي كما كنقولوا صحاب الشكاره اللي هما كانوا طاغيين على المهنه. حنا بغينا دابا ان المهنه بدات انها الحمد لله بدات بمستويات دراسيه الحمد لله كنحاولوا ما امكن ان من خلالها ان باش نخرجوا من القوقعه ديالنا لان كنا متهانين بزاف كنا ما عندناش الحق ديالنا ما عندناش الواجبات كنأديوهم والحقوق ديالنا ما عندناش. بغينا نحيدوا ان ذاك الحلاق انه خصوصا الرجال يعني حتى النساء كان يمكن كنقول ان حنا دايرين واحد الطريفه لانه بغوشينغ ثمنه هذا بالنسبه للحلاق كانت كضرني خاطري بزاف لان كنسمع كيجي الحلاق من خصوصا اننا درنا جمعيات لان هذا الاتحاد الجوي عباره عن جمعيات ديال جهات سوس ماسة ماشي غير مدينه اكادير كاين فيها جهات كاين تارودان تيزنيت كاين من طاطا كاين الناس جمعيات لان قدرنا ندخلوا فيهم تسعود ديال الجمعيات. اليوم كان واحد ملتقى وطني لرواد الحلاقه باكادير نظمه الاتحاد الجهوي للحلاقه والتجميل باكادير وكيضم واحد العدد ديال الجمعيات ديال الحلاقه ومدارس الحلاقه على الصعيد الوطني وبالاخص جمعيات جهات سوس مسا وشعار ديالنا هو نادي الاحبه والرفقه الصالحه وحنا ضمنا هذا الملتقى هذا اولا لرفع الغبار على الحلاق لانه انسان منسي بهذا المفهوم هذا انسان منسي ورغم انه عنصر فعال في المجتمع وخير دليل على ذلك كما تعلمون بمكانه الحلاق في لابريود ديال كورونا فكورونا راها عرفتوا الحلاق كيقلبوا عليه الناس ضروري يعني هذا راه عنده مكانه خاصه ودائما نسعى لرفع القيمه ديال الحلاق والحلاق راه هو اللي خصو يزيد القيمه لراسو دائما انا كنادي الحرفيين باش يديروا القيمه الحرفه والحرفيين. حتى شي حاجه ديال الضغط تعب طبيعي ديال الموديل ديالو.